بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اليوم حناخذ lecture number 2 في مادة اللي هو الكومبليشن. حنستمر في إعطاء المحاضرات بطريقة الصوت إن شاء الله. اليوم حناخذ الأويل ويل سمنتنج اللي هو سملة البير. طبعا عملية السمنتنج one of the most important a process and will completion, ومن أهم العمليات اللي تتزامن أو تكون مع عمليات ال will completion. شنو هو cementing؟ Cementing is the process of mixing and displacing cement slurry behind the casing when it is allowed to sit and bonding the casing to the formations. هذا هو التعريف الأساسي بتاع cementing. Cementing هي شنو؟ هي عبارة عن عمليات الخلط and displacing ضخوف البير عشان يدير عمليه displacing او and displacing cement slurry. كلمه cement slurry ايش معناها؟ هو السمنت اللي مازال طري. وين ضخوه السمنت بالضبط؟ هذا في النورمال سمنتنج behind the casing خلف الكيسنج. وبعدها شنو يصير؟ when it is allowed to sit هنضخوه ورا الكيسنج ونسيبوه فتره حتى يصير عمليه sitting اللي هو شنو؟ يتصلب وشو يعطيني الفائده الاساسيه بتاع السمنت اللي هي يدير عمليه bonding between casing and formation. يعني يدير شنو؟ يدير اتصال او تلصيق بين الكيسنج وبين الفورميشن. السمنتنج بروسيجر، طريقه السمنتنج ممكن نصنفوها الى صنفين. سمنتنج بروسيجر may be classified into primary cementing procedure وعندي secondary cementing procedure. هذا يجيكم سؤال يقولكم شو الفرق بين او شنو هو الطرق what are the main cementing procedure. تقول لي عندي primary cementing وعندي secondary cementing، شو الفرق بينها؟ السملة الأولية أو primary cementing هذا performed immediately after running the casing into the hole. يعني هذا الطريقة هذه هي primary cementing تنجز مباشرة بعد إنزال الكيسنج إلى الهول. secondary cementing هي شنو؟ can be described ممكن نحن نصفوها as the process of forcing cement slurry into hole. هي عملية أو نصفوها بأن عملية ضخ أو دفع cement slurry into hole or perforation in the casing and cavity behind the casing. يعني عملية دفع السمنت السلري في الفتحات الموجودة خلف الكيسنج. لكن هو التعريف الموجز الشامل اللي هو secondary cementing covers all remedial and repair works. هي تشمل أو تغطي كل العمليات الإصلاحية والعلاجية في البير. يعني انا درت مثلا برايمري سيمنتنج وكان عندي خلل معين نجي نصلحه بعدين بالسكندري سيمنتنج. كان عندي فتحات زي مثلا صار عندي توتال لوس ونبي نسكرها نضخ او نستخدم السكندري سيمنتنج. يعني السكندري سيمنتنج يغطي كل العمليات الاصلاحيه والعلاجيه اللي تحدث. يعني هو يصلح المشاكل اللي قاعده عندي في البير. اوكي، سؤال مهم جدا. What are the functions of cement؟ ليش نديره في عملية السمنت؟ رقم واحد to protect and support the casing strength. نحن شو نديره؟ هو لحماية وتثبيت ال casing strength. رقم اثنين to prevent the movement of a fluid through the annular space outside the casing. نحن الفائدة الثانية هي to prevent لمنع تحرك السوائل خلال الفراغ الحرقي through the annular space outside the casing. Okay. رقم ثلاثة أو function number 3 to protect the casing from corrosive fluids in the formation. لحماية الكيسنج من السوائل الأكالة الموجودة وين في الطبقات. شنو هن الكروزف فلويد اللي عندنا في البير؟ غالبا عندي كرود اويل، صار فيه مواد كيميائية تساعد على التآكل،
عندي الجازز، عندي البراين ووتر ولا السولت ووتر. هذه كلها لو نزلنا الكيسنج وكان في الطبقات وما درناش عمليه السيمنتنج، حيكون في شنو، في تشانلينج، في التواصل بين او التماس بين الكيسنج وبين هالسوائل. وبعد فتره نحن نحكي على، وبعد فتره حيصير عمليه كوروجن، نحكي على بير نفط يحكي على 40 50 60 سنه. الفائده رقم 4، to isolate production zone from other permeable zone. احنا في بعض الاحيان عندي طبقات متصله ببعضها permeable، انا نبي نعزل هالطبقات بين بعضها باش ما يصيرش عندي كونكشن ولا اتصال بيناتها. رقم 5، to support the bore hole. ندعم البور هول. تخيلوا احنا حفرنا بير ونزلنا الكيسنج وما درناش سيمنتنج، والبير هذا بعد فتره صار له عمليه كولابس او البور هول، يعني تهدم. شو اللي يصير؟ التهدم هذا يضغط على الكيسنج وحيدير لي مشكله يسموا فيها شنو؟ يسموا فيها كولابس، يعني الكيسنج ينضغط للداخل وبالتالي حيقعد البير عندي صار له عمليه خراب. اخر حاجه او الفانكشن نمبر 6 اللي هو امتى استخدم، شو الفائده السيمنتيك، اللي هو to close an abandoned portion of the well، لهجر جزء من البير او البير بالكامل. يعني هذا لما ندير احنا زي ما حكينا في المحاضرات اللي فاتت والمحاضره اللي فاتت، لما يكون عندي دراي ويل او البير هذا اللي بيسكره، لابد كيف نسكره، وش نسكره، نمشي لابد نضخ السمنت في اماكن معينه باش نحمي البير وما عادش يصير عندي بلو اوت في المستقبل. هذا السلايد نمبر 5 فيه سؤال مهم جدا لدينا الجميع. In planning the cement job, the engineer must ensure that، يعني انت لما as petroleum engineer او as drilling engineer تبي تدير planning للسمنت job، شنو الاشياء اللي تفكر فيه؟ You have to ensure، يجب ان تحطم في بالك. عندي هنا 3 different things the engineer should be ensure about it. رقم واحد اللي هو ده سمنت، يعني انا بنضخ درت سمنت بلان او سمنت جوب بلاننج، المفروض يتوفر 3 اشياء عشان الـ 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 الاشياء او البلان بتاعي يكون از جود. رقم واحد، the cement can be placed correctly by using the available equipment. يعني اول شيء لابد ان السمنت بتاعي لما بنضخه لابد يتموضع بشكل صحيح، يتموضع في مكانه انا اللي خططته في السمنت جوب. نمبر بي، the cement will achieve adequate compressive strength soon after it's placed. يعني هنا الحاجه الاولى لابد السمنت بتاعي يتموضع في مكانه، بعدين لابد السمنت هذا يتحصل على الكومبرسيف سترينث اللي هو الصلابه المطلوبه بسرعة بعد ما يصير لعملية التموضع. رقم ثلاثة، the cement will thereafter isolate zones and support the casing throughout life of the well. Very very important this point. ان اوكي السمنت بتاعي لابد يتموضع بشكل صحيح، السمنت بتاعي لابد يتصلب بسرعة بعد ما يصير لعملية التموضع او replace it. الحاجة الثالثة المهمة، the cement will thereafter isolate zones and support the casing through life of the well. ان السمنت لابد يعزل طبقات عن بعضها ويسبوت، يدعم لي الكيسنج امتى؟ خلال فترة بقاء البير في الخدمة. فترة بقاء البير في الخدمة مش سنة ولا اثنين، 40 50 60 سنة على حسب الديزاين بتاع البير. هذا سؤال مهم جدا جدا في الامتحان. نزول الفقرة الأخرى اللي هي مهمة اللي هي السمنت اكويبمنتس. يجيكم سؤال بسيط جدا يقول لكم ما هي المعدات المستخدمة في عمليات السمنت؟ نقسمون إلى نوعين، عندي سيرفيس اكويبمنت وعندي داون هول اكويبمنت. لو جينا عند السيرفيس اكويبمنت شنو عندي؟ عندي السمنت ستورز اللي هو خزانات السمنت، عندي السمنتنج يونت اللي هي زي اللي مكتوب في الصورة هنا، هي السيارة، هي الخلاط بتاع السمنتنج. عندي السيرفيس لاينز، الخطوط بتاعت النقل، سواء نقل السمنتنج ولا نقل الـ 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 المية، هي بالشكل هذا زي ما عندي هنا في السلايد. أو عندي حاجة أخرى اللي تعتبر من السيرفيس كومبت اللي هي ووتر تانكس،
خزانات المية، عندي السمنت هن السمنت هيد، وعندي الانسترومنتس. السمنت هيد هذا اللي هو اللي يركب في اخر جعبة او اخر جوينت للكيسنج، وهو زي البوابة، هو اللي يتحكم في مرور السمنت من خلاله. الحاجة الأخرى اللي هي آخر حاجة هي الانسترومنت اللي هو الجيجز، العدادات. أنا ما أشوف شيء كبير، لكن عندنا لما أكون قاعد في السمنتنج يونت أو السمنت ميكسر، يكون عندي قدامي الجيجز، يقيس لي الفلو ريت، يقيس لي البريشر، أو تبر كل شيء نبدأ نراقب فيه عن طريق الجيجز. هذا هو السيرفس كومن. به الداون هول، أو خلينا أنا سيرفيس كومنت بالسريع انا بالتفصيل اعطيك بس رسمات بالشده. تشوفون هذا هو السمنت هيد عند البامب سكيد تراك الشكل. طبعا الكلام اللي مكتوب هنا اللي بيكملنا تمروا عليه وتشوفوا بالضبط شنو هو البانكشن بتاعه. هنا البامب سكيد تراك، كلمه بامب سكيد معناها سياره او خلاط مركب على سياره. نجو هنا النوع الثاني من انواع او التصنيف الثاني من السمنت اكويبمنت، هو فيري فيري امبورتنت، هو داون هول اكويبمنت. عندي هنا الجايد شو اند فلوت شو. الجايد شو او اللي يسموه كيسنج شو، وات ايفر، هو اللي يركبوا فيه في اول جوينت لما تنزل بير، شكله زي البيضاوي. اوكي، الجايد شو هذا لابد يكون شكله بيضاوي، بش لما ننزله في البير مهما يكون فيه ايجز ولا نتوءات في البير ما يمسكش فيه. تخيل انت لما تبي تنزل جعبه او جوينت مفتوحه، لما جيت تنزلها في هول، بعد فتره حتقدر تمسك في الجدران، لكن لما تنزل حاجه بيضاويه حتبدا السلعه مثل سلايدنج داون، انزلاق، ويمسك وتقدر تنزل كيف ما تبيها. الفلوت كولر هذا يركب، مهمته شنو؟ مهمته لما نجي يركب في اول ولا ثاني جعبه، او في الفيرست اور تو جوينت اوف كيسنج، يعني يركب من حوالي 40 او 50 او 80 قدم من البوتومز. شنو مهمتها هذه؟ مهمتها ان لما نضخ السمنت، اوكي، وندير العميد ديسبليسنج في انالاس، لو خيبناه في الطريق هذه حيصير عملية يوتيوب. شو معنى يوتيوب؟ لأنه هو الكيسنج كان معبي مد، وبعدين ضخيت سمنت اللي هو أثقل، لما طلعت السمنتنج من الهول من الكيسنج وحطيتها في الأنلس، لو ما فيش بوابة شو يصير؟ له حيرجع لأنه ثقيل، ويرجع مرة أخرى في الكيسنج. لكن الفلوت كلها هذه موجودة عند 40 ولا 80 قدم، بحيث ان حتى لو صار عملية يوتيوب السمنتك حيرجع فقط، حيقعد ما يقعدش في الكيس كله، لكن حيحصل وين؟ يحصل في الأربعين ولا ثمانين قدما. عندي الستيج سمنتنج كولر، هذه غالبا تستخدم في الابار العميقة، بحيث ان شنو؟ ان لو مثلا اكزامبل عندي بير طوله من عند 10000 قدم، 10000 قدم مع السمنت لو حسبنا الهيدرو ستاتيك بريشر حيكون فيري فيري هاي. شنو ندير احنا؟ زي نقسم البير الى اثنين، زي هنا مثلا بنمشي رحله طويله من هنا لعند طرابلس مثلا بالسياره، يكون عندي سواق يساعدني، واحد يسوق من هنا لعند سرت مثلا، والاخر ياخذ السياره من سرت الى طرابلس. هذه نفس الفكره بتاعت الستيج سمنت كولر، حنكون بعدين عندنا المحاضره الجايه زي الانيميشن اللي يوضح. عندنا السنترلايزر اند سكراتشر. السنترلايزر هو زي الباسكت، الركبوه على الكيسنج، بحيث الكيسنج لما ندخله في الهول وننزله في الهول يكون في النص، زي اللي بيصب حوش مثلا، ديما ناخذ نضرب بها بمثال، اللي بيدير صب الحوش ديما اللوح يكون ما يكونش لاصق تحت، او الحديد ما يكونش لاصق تحت، لابد يكون مرتفع شويه باش السمنت يحيط بالحديد من كل الجوانب. السكراتشر هذا زي الخباشه، ننزلها في الكيسنج زي ما واضحه في الصوره معانا هنا. لما نجي ننزل الكيسنج وتكون قاعده السكراتشر هذه، شو تدير؟ تبدا تدير في تخبش في المد كيك الموجود في الهول، بحيث لما نضخ السمنت ما يكونش في عائق بين الفورميشن وبين الكيسن. ما فيش، لو تخيلوا فيه قاعد في مد كيك ودخلنا السمنت، معناها الحلقه او التواصل بين الكيسنج والفورميشن يقعد ضعيف، لان في شيء معين او اللي هو فاصل بينات اللي هو المد كيك. هذه كلها الشرح عن البيكم
تمر عليه، اللي هو شنو هو الجايد شو، الفلوت شو حكيناه، شنو هو الفلوت كولر، شنو هو البلاك، شنو هو الكيسنج سنترلايزر على الشكل بتاع زي ما حكينا سنترلايزر زي الباسكت، شنو هو السكراتشرز اللي هو الخباشة هذه، هذين كلهن يعتبرن الداون هول سيمنتنج اكويبمنت.